السلام عليكم، اهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد من وصفات وريفيوهات دودو. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن تنظيف الشفاط الكهربائي. انا عملت لك فيديوهات تنظيف زي تنظيف المقلاه اللي بالكهرباء، هتبقى لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف. المهم النهارده هنضف الشفاط بالكهرباء بكل سهوله. طبعا في كذا حاجه بيتنضف فيها الشفاط بالكهرباء، الباور، الجاز، في ناس كتير جدا بتنضف بالجاز وتدعك بالجاز. التينر ده اكتر حاجه فيهم بصراحه كويسه. في ناس بيقولوا نفرك بالدقيق. ايه تاني؟ مثلا بريل وكلور، الكلام ده كله تمام. طبعا كل الحاجات دي مش بجد، يعني مش بتنضف بسهوله، ف وخصوصا الباور بياكل في الحاجه. هحكي لكم دلوقتي تجربه مع الباور ده وهقول لكم على حاجه تانية. الفيديو ده انا عملت الجزء ده لاني كنت اول بصور الفيديو وبعدين جيت الكاميرا فصلت والفيديو اتمسح، فده كل اللي كنت بدات فيه. المكون اللي معايا النهارده هو الزيت. طبعا في معظم الفيديوهات اللي بصورها بقول لكم نستعمل في الاكل زيت كريستال، لا ده زيت التموين اللي عندي خالص اهو، وكمان يكون مقلي فيه. يعني الزيت ده احنا قليين فيه مرتين، لا اللي فيه ده مكان اللي فيه. كل انا هحتاجه زيت وليفه، بس تكون جامده. الليفه انا عندي طريه شويه بس مش مشكله. والسفنج البريل ده عشان بعد كده هنعمل بس بالسفنج والبريل عشان يبقى ايه ريحته حلوه. هنبتدي نعمل ايه؟ شايفين طبعا الشفاط معايا عامل ازاي؟ ده اللي انا نضفته، بس في اجزاء ما وصلتلهاش، بس ده اللي انا نضفته. بصوا بقى ناشفه طبعا جدا، شايفين دي اللي انا عملتها اهي، وده شكلها من جوه وده شكلها من بره. طيب بصوا بقى هنعمل ايه؟ هاخد كام من الزيت، هبل كده في الزيت اهو، وادي الريشه اللي معايا وهبتدي اهو. ده زيت بس اهو، مش بنضيف له اي حاجه، شايفين اهو. تكون بس الليفه جامده، الليفه اللي عندي طريه عشان كده تعمل بالراحه، لكن تكون ليفه جامده. لو ليفه جامده هتلاقوها في ثواني اتعمل. بصوا شايفين اهو الشفاط اهو نضف، شايفين الفرق اهو. طبعا بنكمل بقى بنفس الطريقه كده، ان انا اخد زيت اهو من الاول اهو خالص اهو، زيت اهو خدته وابتدي ادعك. ويفضل يكون زيت مقلي فيه، يا ريت يعني. ده مقلي فيه بس مش مقلي فيه كتير، ده مقلي فيه مره واحده بس او مرتين اهو، ولا باور ولا اي حاجه خالص اهو. انا عملت على فكره حاجه جديده اللي هي اسمها بمكون واحد، نزلت كذا فيديو بعنوان الاول مكون واحد مش عارف للتنميه مكون، فالفيديو ده برضه مكون واحد لتنظيف الشفاط. شايفين اهو، بصوا والله ولا تعب ولا اي حاجه. والليفه دي زي ما قلت لكم مش مساعده كمان، لان بصوا متاكله ازاي، بس ايه يعني بابسط حاجه اهو. زيت اول ما الاقي بدات تقل زيت على طول. بصوا الزيت بيدوب بيلمس الدهون بس. كنت في الاول صراحه اول ما فات عن الزيت ده قلت لا اكيد يعني الزيت مش بينضف، واكيد الزيت بيخليها تدهن اكتر دهون بدهون، بس طبعا لا طبعا بينضف جدا. بصوا التجربه بقى اللي مع الباور ايه هي؟ الباور كنا زمان بننضف فيه اللي هي المقلايه اللي بالكهرباء، بس غير اللي عملت لكم عن الريفيو دي. اللي عملت لكم عن الريفيو دي كنا لسه شاري هنا ساعتها، اللي كان قبلها كنا على طول الباور كنا نجيبه في السبراي كده مش السين، ونروح على طول ننضفين بيه القلايه، نرش وشويه ميه وننضف على طول القلايه بتاعتنا. بعد مع الوقت مع كتر التنظيف، لان احنا مش بنخلي قلايه كتير خالص، كل سبع قليات او ثمان قليات لازم الزيت يتكب والقلايه تنضف. المهم فبصوا بدات اهي ما يطلعش زيت على طول. فالمهم يعني لقيناها في مره اتخرمت، يعني من كتر الباور ده بيبقى عباره عن ميه نار متخففه، في مره لقيناها اتخرمت من كتر ما الباور كان بياكل فيها بقى، ومع كتر التكرار بقى احنا بننضف على طول بيه بقى، لانها بننضف ومش محتاج دعك كتير والكلام ده كله، فلقيناه بياكل الحاجه. فنصيحه الباور لا بلاش الباور نستعمله غير في حاجات الحمامات مثلا، الاحواض اللي بتكون مفتخه قوي نستعمل فيها الباور، لكن الحاجات التانيه الاجهزه والحاجات دي لا بتبوظ. تمام
تقدر تشوف الفيديو والكاميرا فتحت ولا لا. طيب انا بص كده خلاص تقريبا خلصته تمام اهو شايفين اهو. هكمل بقى باقي الشفاط ده وهشطفه بالميه عادي خالص بميه عاديه مش ميه سخنه، وهرجع لكم تاني نشوف الخطوه بعد كده هعمل فيها ايه اللي بالبريل. خلاص بعد ما خلصت رحت شطفه طعم دهن البريل بقى هنا خلاص الزيت ده طبعا بقيته طبعا هيترمى او هنكمل بيه تنظيف. انا بس كنت شويه كتير شويه فعشان كده الباقي اللي اتباع معايا ده خلاص كده هيترمي. بصوا بقى احط شويه ايه كده شويه بريل في اي حاجه عندكم كده. على فكره احسن نوع في المواصفات دي اللي هو البريل احسن نوع يعني غالي شويه بس احسن نوع بالتفنجر ولا ليه فرق حاجه يتضبط بس عشان ما اخليش الشفاط يبقى مزيت عشان يخليه يبقى نضيف خالص بقى وبيلمع. بصوا اهو الشفاط ده على فكره اول ما جبته قلت لكم عنه ريفيو لاني كنت شاريه من سوق دوت كوم فقلت يعني اوريكم يعني تجربه الشراء وكده، بس بصراحه الفيديو اتمسح و يعني اتمسح من على الموبايل وبعد كده بصراحه ما صورتش فيديو تاني كده. خلاص انا دعكته دلوقتي اهو هشطفه كويس جدا وارجع لكم تاني. ادي الشفاط اهو بعد ما خلاص على طول رحت شطفه من بريل شايفين ولا خلطات ولا اي حاجه نضيف اهو بقى ما شاء الله عليه جوه وبره وخصوصا اللي بره متوسخ جدا شايفين ما شاء الله نضيف جدا بجد مكون فعلا سحر مكون فعلا ممتاز. كمان بصوا دي كمان عملتها برده بنفس الخلطه اللي من جوه وعملت الشفاط نفسه من جوه كمان. بصوا عايزه اوريكم كمان الشفاط من جوه بعد ما خلاص عملته بصوا بس مش بيتفك بس بسهوله اهو شايفين برده من جوه نضيف ازاي برده كل ده اسود زي ال زي الريشه بالظبط. بصوا برده بقى نضيف بقى نضيف جدا ازاي. دي بقى بصراحه اللي عايز نضيف اكتر لان هي فيها زي ما انتم شايفين حاجات كده فدي ما يعني الزيت ما كانش بيوصلها بسهوله فدي هننضفها تاني. الشفاط ده على فكره جاك ماركت جيك مش حاجه غاليه تمام. دلوقتي بقى هوريكم احنا ازاي بنركبه ونرجعه تاني مكانه. هتعرف في كل اللي فات طبعا كنا ممكن ننضف الكنانه دول مش بننضفهم يعني مش بعرف صراحه اركبهم تاني مكانه. هنركب بقى دلوقتي دي ازاي هوريكم فينا فتحه طبعا الخلع زي التركيب بالظبط بتروح حاطينها كده ودايسين دوسه لجوه بس اهي ادي كده الريشه. على فكره الحته دي مش موجوده في كل الموديلات يعني مش في كل الشفاطات تلاقوها. بنركبها ادي خالص بنلفها بس مش مالك الفها لان الريشه بتمشي وبعدين بايد واحده وبعدين بقى طبعا الجزء ده اللي هو بيخش جوه هنا طبعا في بلاستيكه بنركبها بعد كده بنحطها هنا كده تبقى بلاستيكه طويله وبتتركب. هاجي بقى فوق كده بصوا وراح اعمل كده اربع ضغطات بالظبط هتلاقيه مسك وخلاص تمام. برضو نفس الكلام برضو اربع ضغطات على الحيطه برضو هتلاقوها خلاص مسكت وخلاص كده. احنا كده خلاص خلصنا تنظيف الشفاط بكل بساطه طبعا زي ما شفتوا معايا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. الفيديو عجبكم من فضلكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.